ومن أحسن القول ومن أحسن القول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من ذلك الذريات المقدسين من كل رز. آل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم ومواليهم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آل البيت. طيب نعم. قال والذرية الحسن والحسين وابناء علي رضوان الله عليهم. نعم. وذريات المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. نعم. وعلماء السلف من السابقين كذلك، يعني ما نذكر علماء السلف إلا بالخير. نعم. ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا من جميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، على غير السبيل السلف. نعم. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. عجيب، كيف يكون الولي أعلى من النبي؟ ما يمكن. أصلا الولي إذا كان لا يتبع نبي هذا معناه أنه على ضلال. كيف يكون الولي أعلى من النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يمكن. أصلا كيف تثبت لها الولاية إلا باتباع نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال أي نعم. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. لا شك. نعم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم. الأنبياء هم أنبياء وشهداء وصديقين وصالحين، صح ولا؟ أي نعم. أمشي. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصرح عن انتقاد وخواياتهم. انتبه معي، خوارق العهدات، يعني اشياء تاتي على خلاف ما اعتاد الناس. علي جزاه الله خير يمشي من هنا من الجبيل الى الدمام برجل في مثلا نقول 3 ايام، يمكن او لا؟ 3 ايام يمشي على رجلين من الجبال الى الدمام، يمكن؟ ما في اشكال، صح؟ لكن يطير في الهواء، ها؟ يمكن؟ هذا يسميه العلماء ايش؟ خوارق العادات، يعني اشياء تاتي على خلاف ما اعتاد الناس. ياكل النار مثلا الجمر خلاف العاده. خوارق العادات 4، كم؟ 4 اشياء اللي تاتي على خلاف ما اعتاد الناس. الأول آية، وهذه تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد ختمت الآيات بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لو جاءنا اليوم إنسان وقال عندي آية نقول كافر كفر أكبر، مفهوم؟ 1، آية تكون لمن؟ أنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وختمت بموت النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني كرامة، وتكون لأولياء الرحمن، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. تمام. الثالث معجزة، يعني يعجز عنها بعض الناس، وفتنة استدراج مصرعة فسر، وتكون لأولياء الشيطان لا إيمان ولا تقوى، كما يحدث للدجال والسحرة والمشعوذين. اسمها معجزة لأن يعجز عنها بعض الناس، وفتنة استدراج، سميها فتنة معجزة استدراج. خلاص. نعم. الرابع فضيحة، الرابع فضيحة، نسأل عافية السلام. مسيلمة جاءوا إليه وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة بئر فيها ماء قليل، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في البئر وإذا بالماء يزيد. قالوا مسيلمة عندنا بئر فيها ماء قليل، تعال. جاء وتمتم وبصق في البئر، ممكن يبصق يزيد الماء أو لا يزيد؟ لا، عندما بصق ذهب كل الماء الذي في البئر. هذا إيش؟ فضيحة. إسرافه السلام، ميرزا غلام أحمد قادياني إسرافه السلام مات في الحمام أكرمكم الله. كل نبي يدفن
حيث قبر. فعلى الدليل المفروض إذا يقول أن هذا نبي يدفنه أين؟ في الحمام. هذا يسمي العلماء إيش؟ فضيحة. كل من كذب على الله نسأل الله السلامة يفضح الله سبحانه وتعالى. خوارق عادات. فخوارق العادات كم؟ 4: آية وكرامة معجزة فتنة استدراج وفضيحة نسأل الله عافية السلام. النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر علي في عينيه رمى فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع. جاءوا برجل فيه رمد في عينه إلى موسين وقال افعل بهذا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بما لعلي رضي الله عنه. ممكن تقرأ على مريض يبرأ. فعندما بسق مسيلمة في عينيه ذهب بصره نسأل الله عليه السلام. هذا يسميه العلماء إيش؟ فضيحة نسأل الله عليه السلام. نعم. الكرامات هي في الحقيقة الكرامة تكون في أولياء الرحمن، وتكون هي تأييد لهذا الولي، وهو الولي لابد يكون من أولياء الله. وفيها أيضا أنه لا يعني يتعمدها، تأتي بدون تقصد، وتأتي تأييدا له على اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لا المخالفة، لأنه لو مخالفة سار من أولياء الشيطان. معجزة وفتنة واستدراج. نعم. ونؤمن بإخلاص الساعة. لا كرامات. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن اعتقاد رواياتهم. نعم.